السلام عليكم خاوتي، هذا نداء اصحاب القهاوي. والله غير حرام عليكم، قسما بالله غير حرام عليكم. علاش يا خاوتي؟ علاش تخلو سيتنا على 10 سنين، واحد 5 سنين، عام عام تفوت عام دراهمك حرام، غير ما كلا تروح للجامع دراهمك حرام. يا خاوتي هذا كونسير، يا خاوتي هذا كونسير، يا خاوتي هذا كونسير. ها هو يحدث في الجزائر، شاهد الحالة الكارثية التي وجدها هذا المواطن داخل أحد خزانات عصر القهوة. فهذا المواطن يقوم بإصلاح جميع خزانات آلات عصر القهوة. ها هو الآن يوثق فيديو يوجه رسالة لأصحاب المقاهي ليقوموا بتنظيف آلات عصر القهوة ولو مرة واحدة في السنة. كونسير يا خوتي، علاش؟ علاش قلتوا في خوتكم؟ لو كان نفتحها كايا ونقول لك شربها، والله ما تشربها. علاش عليك الشيء هذا خوتي؟ شوفوا شوفوا الزيكو خوتي الداخل، شوف هذه نحيتو من ماشينا هذه. على والله غير شوف 18 سنة في الخدمة هذه، ما نحبش نبارطاجي، بصح الحق خلاص خلاص، الحق الموس العظم خوتي، الحق الموس العظم بزاف يا خوتي. الناس هيتموت بالكونسير. علاش يا خوتي؟ علاش نطوي شاتيتينا شعال 1,500,000 ولا جملايين شعال خطرة في العام، خسرت حياتك يا خوتي. كنت قلت له في العيب، هذا خبر، هذه حاجه لازم تفيقوا لها. كنت قلت له في خاوتكم يا خاوتي، ها ها الكونسير سبيطاره ترى معمره هاي. علاش يا خاوتي؟ علاش ها الكونسير؟ كاين كونسير الابيض، كاين كونسير الاحمر، كاين بزاف لي موديل. كل شيء تينا اللي مفتحوها كيفاش يلقاو، كاين اللي يلقاو فيها زرزوميه، كاين اللي يلقاو فيها ضفدع، كاين اللي يلقاو. علاش يا خاوتي؟ علاش؟ والله غير عيب عليكم، والله والله غير عيب عليكم. نصيحة من القلب يا خاوتي، نيطوايو سيتينا تاعكم، هادو خاوتكم كنت قلت له فيهم، نيطوايوهم. حط الفرق في النهار، الفرق عام دبر 3,650,000 وانت نيطواي تاع سيتينا وقال 1,500,000 ولا 2 ملايين ما ديباسيش. نيطواي سيتينا تاعك يا خويا، نيطواي كنت قلت له فيه خوك، نيطواي. السلام عليكم.